لغط كده كان خلال الساعات السابقه بخصوص درع الدوري، وان درع الدوري مش موجود في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وكان في اقاويل بتقول النادي الاهلي خد درع الدوري وداه برج العرب عشان الفريق يحتفل بيه في استاد برج العرب. الكلام ده غير صحيح اطلاقا اطلاقا. النادي الاهلي ملتزم جدا جدا بتعليمات اتحاد الكره. للاسف احنا مش عارفين ايه السبب ان الاهلي ما يحتفلش ببطوله الدوري في ارض الملعب. في كل الاحوال هيكون في احتفاليه خاصه بالنادي الاهلي بعد عيد الاضحى المبارك ان شاء الله باذن الله، كل عام وحضراتكم بخير، في احدى الفنادق وتسليم النادي الاهلي درع الدوري. لكن الدرع مش موجود في النادي الاهلي ليه؟ راح لاتحاد الكره. اتحاد الكره بيدون على الدرع فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري هذا الموسم، وكلها امور طبيعيه يعني. لكن نامل فيما بعد ان شاء الله في السنوات القادمه ايا كان مين اللي فاز ببطوله الدوري بعد كده ان شاء الله يكون الاهلي برضه يعني يحتفل لاعبي الفريق الفائز ببطوله الدوري في ارض